مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقه من برنامجكم قصه الناس على قناه ميدي ان تي في. كنرحب بالناس اللي معايا داخل البلاطو اليوم، الضيوف الكرام اللي جاوا خصيصا باش يشاركونا القصه ديالهم ويعاودوا لنا على شريك حياتهم اللي ما كيشاركهمش في المشاكل الخاصه ديالو. كنرحب اليوم ايضا بالكوتش كريم حساني اللي غادي يترافقني في هذه الحلقه، والحضور اللي معايا داخل البلاطو قصه الناس. شريك حياتي ما كيشاركنيش في مشاكله، موضوعنا اليوم قصه الناس. كنرحب بك خديجه وفاطمه وسعيد، شكرا على الحضور ديالكم اليوم باش تعاودوا لنا التجربه ديالكم القصه ديالكم. قبل ما نبدا معك خديجه، انت الاولى على علاقتك براجلك وما تعاود ليكش وما تيخليكش ايضا تدخلي في الحياه ديالو في خدمته وفي حياته الخاصه. قبل ما نبدا معك خديجه، نمشي عند كوتش كريمه حساني ونسولك على هذا المشكل تيعانيو منه بزاف ديال العيالات في المجتمع المغربي ديالنا، ديال رجالهم ما تيعطيهمش ديك الفرصه باش يدخلوا ويبارطاجيو معاهم يشاركوهم في حياتهم في خدمتهم في علاقاتهم في بزاف الحاجات، فتيكون دائما واحد الحاجز ما بين المراه والرجل. نهضروا على هاد الشكايات المتكرره ديال العيالات من رجالهم. هاد القضية أن الراجل كيخبي على الأسرار على المرأة، هذه طبيعة. في واحد الكتاب مشهور خرج في الأسواق ديال سميتو الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، الكاتب اللي هو جون غاري شرح فيه كيفاش كيتصرفوا الرجال بالطبيعة بالفطرة، كيفاش كيتصرفوا النساء بالفطرة. من طبيعة الرجل أنهم اللي كيغضب أو كيكون عنده المشاكل كيشد على راسه، كيشد على راسه بمانيغ جينيرال، يعني تيجلس بوحدو ما تيبغيش يعاود، ما تيبغيش يتكلم، ما كيبغيش يعاود مشاكله، واخا يكون اقرب المقربين اللي هي مراته. هذا شيء طبيعي، خص الانسان يفهم هذه الطبيعه. والعكس لافام، لافام اش كدير؟ كتمشي تهضر، يعني مثلا كيكون عندها شي مشكل كتعاود عن الدنيا كلها، كتلقى كل شيء عنده الخبر. هذه طبيعه في لافام وطبيعه في الرجل. اذا هذه القضيه اخفاء الاسرار ما هيش شي حاجه زعما في غريبه، الى 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 دخلنا لها في الكونتكست الطبيعي الفطري غنلقاو بان هكذاك خلق الرجل هكذاك خلقت المراه. ولكن المراه ما كتعرفش بلي هذه طبيعه الرجل، هذا هو المشكل. حنا خصنا نوعاو تالمو اننا ممكن نقراو بحال هذه المسائل. دابا الناس حيت ما عندهاش الوعي ما كتقراش بحال هذه الحوايج، يعني هذه المسائل عندها يمكن زايده، ما كيتفهموش علاش مثلا راجلي كيخبي عليا، علاش مراتي كتمشي تهضر، يعني هو كيتقلق من مراته كتمشي تعاود الاسرار، وهي كتقلق من راجلها ما كيخبي عليها الاسرار. في الحقيقه ان لو كانت الناس عندها هذا الوعي غادي نتفهموا علاقتنا شي بشي ويمكننا نعالجوا هذا المشكل. نعم، شكرا لك كوتش على هذه البدايه. نمشي معك خديجه، نبدا معك القصه ديال كنت 13 عام وانت مجوجه بهذا الرجل، ما كتعرفيش بزاف الحاجات على الحياه ديالو، مثلا عطيني شنو الحوايج اللي ما كتعرفيهمش. المهم المشكل ديال الخدمه، المشكل ديال اي حاجه، المهم هو تيقول لك ما كنبغيش انا نشطنك معايا في المشاكل ديالي. ما كيبغيش يشطنك، ما كيبغيش يقول لك يعني هو مشطون بزاف الحاجات. ربي ولادك وقابلي ما حالك، صافي ربي ولادك وقابلي وشربي ودخلي سوق راسك، صافي خلي لك المصروف ما بخليك خاصك حتى حاجه، تيقول لك ما تبقايش تسوليني على اي حاجه. اي حاجه تكون ما تبقايش تسوليني عليها، صافي مشكلي خليني راسي. ما تزيدش معايا انت، اش كتسولي؟ انا خصني ندخل باش نخفف عليه شويه، خصني نسولو نخفف عليه، خصني نهضر معاه مالك اليوم مالك هذه، تيقول لك لا انا خليني انت قابلي غير شغل كيف ما خاصك حتى حاجه. انا لا خليني مني راسي، خليني مني راسي. نقول لي صافي خليني انا نقاد بشغلي، قاد بشغلي راسي، ما تبقايش دابا. انا حفظته دابا صافي. شحال ديال 13 عام في الاول؟ في الاول ما كنتيش كتقبلي هذا خليني، ما كنتش كنتقبل، مثلا كنسولي على شي حال. كنسولو ملي لقيت داك المشكل. علاش كتسولي؟ عطيني دابا بحال تيجي اسميتو يدخل طالع عليه الدم، مالك ماك تعطلتي مالك، تيقول لك ما تبقايش تسولينا دوك السؤالات ما عندهم حتى سميتو. صافي انا حفظتو، عرف داك الشيء ديالو، تيقول لك صافي راك عارفاني، يا اما مع الوقت يا اما مع الخدمه، نهار كاين نهار ما كاينش، هذاك الشيء اللي كاين. وتا هو ما كيسولكش على المشاكل ديالك؟ وانا نقدر نعاود ليه، انا ماشي مشكل. واخا ملي تيجي هو طالع عليه الدم ما تيعاودش على برا الزنقه كلها، ما كيعاودش عليها. لا ما يعاودش عليها، انت كتبقاي جالسه كتعاودي اش طرا وجا اليوم شاف شنو كاين شنو هادي شنو هادي. كيسمع منك؟ تيسمع، كيسمع تيسمع، ما كيقولكش تيسمع، ولكن هو مهم المشكل ديالو ما غاديش يعاود لك داك الشيء اللي عنده. خصو المهم لا كان شي حاجه مزيانه يعاودها لك، داك الشيء ديال برا ما غيعاودوش لك. داك الشيء اللي وقع ليه في الخدمه ولا المشكل ولا ديال الوقت ولا ديال هذا، تيقول لك فرجها الله. المهم هو كيعاني راسو، ولكن راه تيجي غضبان، تيجي مقلق، تيجي طالع عليه الدم، طالع عليه الدم، طالع عليه الدم. يعني ضروري ما يمكنش هذا الراجل جالس ومقلق وهذا، ما يمكنش تيجي طالع عليه الدم، تيجي هذا. ولكن انا حفظت ليه السيستيم ديالو،
شفتي سيستم، اذا هو سيستم صافي سيستم خاص واحد يعرفك. هذه الطابعه اللي هضرت عليها الكورش دابا، حيت دابا هو في ذاك الطبع ما خصكش تبقاي تقجري عليه بزاف. وانت كنتي كتقجري؟ اه كنت كنقجر، نبقى نسولو دايره لي لوك كتفكر. نبقى ردت حتى ملي عرفت لي المشكل ديالو صافي، انا خديته على قد هذاك الشيء ديالو صافي. بغى يعاود مرحبا، ما بغاش يعاود هذاك الشيء اللي كاين. مزيان، شكرا لك خديجه على هذا السيستم في الحقيقه اللي تحتي عليه على راجلك. هذه هي الحياه زوجك، وحسيت على باش خليته هو يعرف خاطرو وسميتو باش هو ما غاديش هو تجرحيه ولا هذا، خليه تيكون على خاطره. فاطمه نبدا معك القصه ديالك، حتى انت كتعيشي مع راجل ما كتعرفي عليه حتى شي حاجه ولا كتعرفي عليه والو؟ شنو هي هاد والو؟ شنو ما كتعرفيش؟ شنو باغا تعرفي انت؟ كيعد معذبني. من ناحية اش معذبك؟ معذبني في كل شيء. مثلا حياتي كامل معذبني فيها، تبع ما كيصورني، ما كنعرف ولا فين غادي ولا فين جاي، ما كيصير ما كي ما كيصير. من النهار الاول 18 عام وهكذا. عايشة العذاب. 18 عام. عايشة العذاب معاه. والدة الولاد معاه؟ هادي جوج وليدات. عارفة فين خدام بعدا؟ عارفة. عارفة اش كيدير في خدمتو؟ عارفة فين كيخدم. إيه؟ خليت فين مشيت ليه؟ جميع الأبواب طرقتهم وما كاينش اللي بغا يساندني ولا يشد بيدي. أنا مرضت، وليت كل ولسيس. شنو المشكل بالضبط اللي عندك مع هذا الراجل؟ شنو باغاتي تعرفي؟ ياك عارفة فين خدام؟ ياك كيوكلك ويشربك أنت ولا؟ والو. في الأول من الأول علاش تزوجتي به في الأول لما كان والو؟ كيقمر. كيقمر؟ قمر على الشراب. إذا القمر والشراب كتعرفيهم عليه؟ كلشي. داك الشيء اللي غادي يصير عينك كيمشي يقمر به. يجي يقول لك ما عنديش. ما عنديش. وانت النهار الأول عرفتي تيقمر وتيشرب؟ لا كنشفتو، كنتبعو. كتكتشفي كل نهار شوية بشوية. كيتفرج في داك الشيء ديال، كيتفرج في داك، نعاودو داك كيتفرج في داك الشيء ديال الكاميرا. صافي عرفتو كيقمر. هاد الشيء اكتشفتيه لراسك؟ راسي. لراسك. فلوسو كتعرفي شحال كيشاد وراقو تتشوفيهم كلشي كيخزن كلشي اللي عنده شي مال كي اللي عنده شي حال اللي عنده شي مشكل اللي عنده كتعرفي شنو كنعرف والو عليه كنعرف والو وعلاش كيهز الساك وكيخرج وعلاش حتى كنعيط للبلاصه فين تيخدم تيقول لي راه خارج دي بلاصه وكيخرج كيخلي لك الداري بلا صيا بلا والو كتجي عاوتاني كنقول راه غادي يجي غادي يجي كيجي بالديبلاسمون شي حاجه غادي يقدر يصير كيجي عاوتاني نفس الشكل كنقول لك كتدي الديبلاسمون خليتيني بلاش وترجع عاوتاني تقول لي ما كاينش فين كيمشيو لك فلوسك كيقول لي باش يسوقك باش يسوقك سوق من مشي دعيت عند المخزن قال لي راه يقطع لي راسي قال لي راه يقطع لي القادر غيمشي يقطع لي راسي هادي هي باش كيهضر معايا ولكن هاد الهضره فاطمه تتهضروا عليها يخاف ولا ما يخافش هاد الشيء راه ماشي من نهار الاول اكيد دوزتو فترات في حياتكم الزوجيه تازمت فيهم الوضعيه تعقدات المشاكل بيناتكم باش وصلتوا لهذا النيفو هذا ما يمكنش من نهار الاول هذا الراجل داير هكذا والا علاش تلاقيتوا كاع علاش تزوجتوا؟ ندمت ندمت على نهار اللي تلاقيت معاه فيه ندمت عليه حيت قبل الاولاد قبل ما يجيو الاولاد ندمت قبل ما يجيو الاولاد انت عرفتي هذا الراجل تيقمر تيشرب ما تيصرفش ما كيديرش انت عارفه هذا الواقع بديتي معاه فيه ولدتي مع الولد الاول والثاني وزدتي فيها 18 عام 18 علاش هذا الشيء كله؟ حيت هذا هو السؤال زعما راجل ما تيعطيك حتى شي راس الخيط ما عندكش راس الخيط على حياته والو واحد الصندوق على الدنيا فيها الوراق وفيها الوراق ديال الدار وداك الشيء زدو دا على اختو اذا كاين شي مشكل ما كايناش ثقه بيناتكم ما كاين صندوق فيها الوراق ديال الدار وداك الشيء هزو دا عند اختو ملي كنسول تنقول لي علاش ديتها عند اختك كيقول لي باش يسوقك في داك الشيء ديال هضره كيقول لي هو بحال دابا تهضري على صندوق ولكن هو بالنسبه لك صندوق اسود ديك البواط نوار اللي ما تتعرفي عليها حتى حاجه والو ما كنعرف والو ما كي ما عرفتش كيفاش غادي نصور لك داك الراجل ما عرفتش انا براسي صدمني في حياتي شفت الانواع ديال الرجال وما عمري ما شفت بحال هذا ما عمري ما شفت بحالو الراجل بحالو بحال كاع الرجال خص اللي يفهموا اللي يسمعوا وشوفي اللي عنده شي مشكل علم الله في حياته ولا شي ازمه انواع كاين الراجل اللي ما كيسمحش ولادو كيصير على ولادو كيكون عيب مشكل انا عندي مشاكل بزاف ما كيصيرش تقولي فين مشات لك المشكل دابا عندك تصير صير ما كيصيرش على المشكل ديال الفلوس ما كيصيرش فقط هو اللي عندك باش ما كتعرفيش شنو عنده في كيمشي في كيجي بحال كيقعد من نهار الاول ما كتعرفيش ولا حتى من بعد لا والو ما كنعرفش عليه من نهار الاول من نهار الاول وسد هذا الباب من نهار الاول ماشي حقك تعرفيني فين كنمشي ونجي من نهار مؤخرا هز الساكو وخرج يومين
ملي جاو ولدي داك الصغاور عزيز عليه كيبكي لي بابا فين مشيتي وخليتيني؟ قال لي ماشي سوقك. تلاقيت مع واحد السيد هو اللي مشى معاه سافر معاه لمراكش، قال لي راه كان معنا في مراكش صاحبو، قال لي راه كان معنا وحنا ما كيقولش لينا والدراري ما قالش ليهم، غير الراجل صاحبو اللي قال لي راه كان معايا في مراكش حق مشيت مع الدار ديته معايا على شي وراق وهادي وهادي صافي. إذن غير كتسيقوا الخبر وصافي. كنسيق الخبر. وعلاش انت ما احترمتيش هاد الخصوصيه ديالهم؟ بغاش يقول علاش ما خليتيش؟ علاش بقيتي تابعاه؟ خليه. علاش؟ خليته دابا. لا ماشي دابا، دابا تأزمات الوضعيه بيناتكم قبل. شتا تبع اخي برضو الكداري ما تيكونش جنبك، كان خصك شي حاجه ما كيكونش جنبك، خصك تسولي عليه. ما مجوجه ما خصك تسولي عليه. لا حتى هو التسوال ديالو ديالك ما رافضو هو. ما تسمعيني ما تسوليني ما ماشي شغلك فيا، ما تعرفينش اش كنشد سد عليك. اذا واخا تجري تتشبعي هو راه سد سد. سد. يعني الا جيتي فاس راه هو سد، خصك تشوفي شي طريق اخرى منين دوزي. تعرفي مالو ونفسيتو، ياك ما عندوش شي مشكل، ياك ما واخا فاطمة مازال نرجعو نكملو القصة، ترتاحي شي شوية من البكاء ديالك. سعيد هما تيهضرو على رجالهم، ولكن انت اليوم تتعبر لينا على الراجل اللي تيسد على المرأة. المرأة ما عندهاش الحق تعرف شكل اشنو تنشد ولا فين تنمشي ولا فين تنجي. علاش؟ عاود لي على علاقتك الزوجية. ماشي كنسد لها، يمكن لي نقول لها شحال صورت اليوم. بحكم الحرفة اللي تندير كندير تجارة. نقد نهار غنصور فيه، نهار ما غنصورش فيه. النهار اللي كنصور فيه ران اما باش نعطيها الصير تخرج تجيب لي الخضره، تخرج تجيب لي زافير ديال الكوزينه، هذاك الشيء اللي كنجيبو انا. اييه. اللي حنا شفناه في الحاج الله يرحمه وبقينا غاديين عليه. الوالد. والمشاكل ديال الخدمه لا غنى عنها نقولها ليها، هي عندها المشاكل ديال الدار، باش نزيد عليها انا مشاكل ديال الخدمه حتى هي. كتبقى دايره بالها. اما باش تخرج كتشطن مسكينه معايا، حتى كنجي في هذيك الوقيته ديال 11 ونص 12 الليل. كتبقى مخلوعه. مخلوعه عليك ايوه. سعيد شنو وقع؟ ياك ما داوك الكروسه، ياك ما داولك انت، ياك ما لا ما كاين والو مثل الناس. وداك الشيء المشاكل ديالها، واخا وقع ليا شي مشكل في الزنقه ما خصنيش نقولوا لها باش تبقى هي بعيده من. انت ما كتقولوش ليها حيت كتبقى فيك ما تشطنش عليك، ولا ما كتقولوش حيت ما عندهاش الحق تعرف في الحياه ديالي على ما كنبغيهاش ديرهم صحابي ماشي ديالي ديال الزنقه، علاقاتي ماشي شغلها فيهم، خدمتي ماشي سوقها فيهم، فين تنخدم ماشي شغلها، هذا الشيء ما عندهاش الحق تدخل لي. لا لا ماشي حتى للدرجه، وانما ما كنبغيش ما كنبغيش المشاكل ديال الزنقه نزيدهم لها على الاعمال ديال الدار والتربيه ديال البيت. ولكن هي باغه، هي باغا نساعد. كتساعد غير قول لي زيدني الهم ديالك. لا ملي كتسولني شي سؤال هكا كنعطيها الجواب مقنع ديالو. بحال مالك اليوم تعطلتي بزاف، علاش ما جبتيش هذه ولا هذه؟ كنرجع عدوهم ديك شحال علاش تعطلتي؟ هذاك تعطل هو دابا انا تقول لي فين كنتي تهضر؟ الخدمه ديالي ما تبغيش تطلب العرض، تطلب تعطل بزاف كتعطل باش نخدم العشاء للناس وخا يصحاب الكاسكروت راك عارفه انت. لا ولكن هي عارفك خدام. عارفه انك خدام. لا عارفه انك المجال ديالي، المجال ديالي عارفه. تنهضر على الرجال اللي مثلا تيخرجوا مع الربعة ونص مثلا موظفين ولا كذا، وما تيدخل حتى العشاء الليل 11 الليل، وتيقول لهم ما عندهاش الحق مثلا تسولو. انا كنخرج مع 3 ونص، كندخل مع 12 الليل. خاصه شي حاجه كتعيط في التليفون كنمشي نوصل لها المسائل اللي بغات. اما باش اذا جات شي حاجه شي صداع في الزنقه هكا، جا واحد بغى ياكل صدق شي مدام سوياه، ما غيمكنش ليا نمشي نقول لها اما دام راني ضاربت ولا لا. ماشي خصها هي تبقى بعيده على هذا زعما، ماشي الضاربه غاتمشي تقول لها لا داكشي اللي بغيت نخليها انا بعيده. ولكن تدخل في العشيه كتسول كي داز النهار اليوم بخير، صورتي ما صورتيش، ترتفع المخاطر ها انت الدار، كنخبي عليها شويه السلطات تتخبي، كنخبي عليها شويه على قبال باش تبقى هي مرتاحه غير مع المشاكل ديال البيت. اذا رفقا بها، رفقا بها ماشي حيت هي ما تقدش ولا ماشي شغلها، رفقا بها، رفقا بها، رفقا بها صراحه. الله يديها. شكرا لك سعيد على الجريده اللي عاودتي لنا. الكوتش كريمه، اذا نركزوا على السيدات لان تتبان التجربه ديال سعيد تجربه زوينه ومزيان الا كانوا الرجال تيبارطاجيو معها ولا غير تيرفقوا بعيالاتهم باش ما كيقولوش. ولكن الحاله ديال فاطمه ديال الراجل دير واحد الدائره وممنوع اللمس وممنوع اقتراب ممنوع، علاش هاد الرجال تيدير؟ واخا هضرنا على الطبيعه ولكن ايضا واش الراجل واعي بالاذى النفسي اللي ممكن تيلحقوا بهاد الزوجات؟ يمكن هي السيده الاولى قالت واحد الحاجه زوينه، قالت لك انا ملي كنشوفه غاضب ما كنتكلمش معاه. ويا حتى حنا يعني في الطبيعه العامه او في الكونتكست جينيرال اش كنديروا؟ ملي كيكون شي واحد غاضب اصلا ما تهضرش مع لا راجل ولا مرا كما كان، تخلي صغير بعد منه، ولا بعد منه. ملي كيرتاح وكيهدى وكيكون على خاطره عاد كتجي تسولو. هذه من استراتيجيه انك تتعامل مع شخص كيف ما بغى يكون، راجل او مرا، هذه ما فيهاش النقاش. الراجل حيت طبيعته، حنا قلنا طبيعته انه يخبي،
ولكن السيده فاطمه اللي قالت ان راجلي، انا سمح لي نقول لك راك ما عاودتيناش واحد الجزء اخر، انا كنظن ان عندك جزء اخر اللي هو مخفي هو سبب المشكل. لان اساسا يمكنش انت اختاريتي واحد السيد اللي داير بحال هكا، ولا كنت اختاريتي بحال هكا دونك غتحمل مسؤوليتك اذا انت قبلتي. وإلا قبلتي شخص بحال هذا اذا اولا خصك تعرف كيفاش تتعامل معه. وفوق هادشي كله الرجال عامه كيبغوش الحصار، حتى حنا ما كنبغيوش الحصار. المراه اللي كتكون جالسه في الدار ما تحسش بهذا الامر، ولكن كتحس به المراه العامله هي براسها لقلا شي واحد فين كنتي. لان يعني كاين فرق بين انا تهولت عليك وبين فين تعطلتي، كاين فرق في السؤال. فين تعطلتي معناتها اتهام، وفين كنتي وانا تشوشت عليك معناتها انني خفت عليك. حتى استراتيجيه التعامل مختلفه تماما. انا النساء راه فيهم حقيقه نقولوا صدق ان غالبيه النساء ما كيعرفوش يتعاملوا مع رجالهم، كيسولوهم كيحصروهم بالاتهامات من الاول. كتزوجوا خصها تمتلكوا، وحنا الناس عندنا واحد المساحه، راه حتى المراهقين اللي كيبداو يكبروا شويه كيبغيو واحد المساحه خاصه ديالهم ما يبغوش والديهم يسولوهم فيها. نفس الشيء بالنسبه لاي شخص، الراجل عنده مساحه خاصه كيبغي يخليها لراسو، وخا مراته راه ما تيقولها لهاش. لا فام براسها عندها مساحه خاصه ما كتبغيش تدخل راجلها فيه، وكتحتفظ باسرارها. فما يجيش الانسان يحاصر واحد الشخص بالشكوك، لا، الا غيسول يسول بطريقه حنينه، بطريقه اللي غنتفاهموا فيها غنتكلموا فيها ما نكونوش غاضبين. اما باش حاصرني بالشكوك كون متاكد بان الشخص الاخر غيقاومك وغادي يرد واحد رده الفعل اللي بغى لا يحمد عقباها في التالي في الاخر. هذا هو مشكل ديال التعامل، ما كاينش مشكل التعامل ديال التعامل. شي غالبيه هاد الناس اللي كيشكيو راه مشكله الكومينيكاسيون ما كايناش، ماشي مشكله الطبع. نقدر انا طبعك شكل وطبعي شكل، ولكن نقدو نتلاقاو في التفاهم، نتفاهموا، انا نتفاهم معاك ونتفاهم معاك، نفهمها طبعك ونفهمها طبعي. منين تكون كالم نهضر معاك، منين تكون كالم نتكلم معاك ونضحكوا ونبسطوا وغادي ندوزوا الامور بشكل بسيط وطبيعي. لكن ملي كيوقع داك الحصار ويوقع الشك ويوقع المراقبه ونبقى نتبعك ونبقى نجري موراك ونبقى نشوفك، سمح لي هذه ما بقاتش حياه زوجيه، هذه ولات مخابرات. كيولي الانسان مزوج راجل غادي يحط عليه مخابرات مع جوج، هذه كارثه، هذه كارثه، هذه كتسبب مشاكل. ولكن تنسولوا علاش توصل المراه لهذا المستوى؟ لا، علاش الراجل ما يكونش مثلا عنده واحد الادراك واحد الوعي ان راه هاد المراه من الاحتياجات اللي هضرتي عليها في الاول انها كتبغي تعرف شنو راجلها؟ هو الوعي، بغيت تعرف شنو المشكله. هذا الوعي، الوعي هو المشكل. شتي لو كان عندنا الوعي كون كل واحد. انا شو قلت لك فواحد المره، قلت لك الا سمعتيني قلت لك حنا خصنا نتعلموا كيفاش نتزوجوا، كيفاش يتعامل الشريك مع شريكه، كيفاش نعامل راجلي، كيفاش نعامل مراتي. الوغ كو شخص كيجي يتزوج وما لا يفقه الزواج شنو هو، ومراه كتزوج لا تفقه الزواج شنو هو، ملي تيتلاقاو تيديروا مصيبه كارثه، كيدوزوا حياتهم كلها كوارث. في عطمه يوقف الانسان، يوقف النزيف اللي عنده فيه مشكل. انا ملي شفت هذا الراجل فيه دي بوان، فيه مشاكل، وانا شفت هذه المراه فيها، نوقف هنا ونحطوا النقط على الحروف. لا، كان قبل، معليش هذيك الوقفه كان قبل، هذيك الوقفه واخا تكون بدليل ان الناس واخا تكون مؤلمه، واخا تكون مؤلمه، ولكن وقفه اللي كتحط النقط على الحروف. نعم. طيب مازال رجعوا كوتش كريمه، لحظات مشاهدينا ناخذوا فاصل اعلاني ونرجعوا نكملوا قصتنا. خديجه نكمل معك القصه ديالك مع راجلك. شنو الخدمه ديال راجلك؟ الصناعه، الصناعه التقليديه، خياط مع العيالات ولا رجال؟ مع العيالات. مع العيالات. اذا هاد الحرفه ممكن تكون عندك انت على بزاف الاسئله. وي، ولكن كانت ما دابا ولفت. كانت ونهضروا على كانت، وملي هضرتي على واحد التقنيه زوينه هي تحت لي على السيستم. دابا نعاودوا نشرحوا عليك. هو مزيان معاك واخا يجي مقلق وداك الشيء، عرفي علاش صافي حفظت ليه. مزيان معاك، ما خاصك حتى حاجه، ما خاصكش حتى تضغطي عليه. ما تضغطيش، ما تضغطيش عليه. ما تضغطيش عليه، حيت كل نهار ونهار غيكون مزيان، نهار طالع عليه الدم، نهار جا مزيان، خاصك حتى تكوني معاه في اي حاجه. مزيان، في اي حاجه، واخا انت خاصك تعرفي اي حاجه. المراه كتبغي تعرف اي حاجه، النهار كامل تبغي تعرف اشنو طرا واشنو جرى. المراه كتبغي تعرف شنو راجلها، كتبغي تعرف العالم اشنو اي حاجه. طبيعه المراه هي كتهضر بزاف، ماشي بحال الراجل. ماشي بحال الراجل، لا، الراجل صافي داك الشيء ما تيبغيش يبقى يعاود بزاف الهضره بزاف. لا، خصو مهم داك الشيء اللي مهم. انت هذيك الهضره بزاف لا ما كتحسيش بها بحال قا معك، بحال ما تسولينيش بعد لي ساعه اخرى. ولكن هذاك الشيء صافي عرفتو فيه، هو هذاك هو طبعه، الطبع ديالو هذاك، هو ما عزيزش عليه الهضره بزاف. اذا انت اللي تغلبتي على طبعك. تغلبت عليه، وقفتي من الهضره والسؤالات وداك لونكيت وداك الشيء اللي عرفت صافي، وليت انا غاده معاه على الطريقه ديالو، غاده معاه على الطريقه ديالو. صافي، باش نبقاو هانيين، ما خصنا بداك الصداع. صافي، ماشي مشكل. يعني حنا خصنا باش نبقاو هانيين، صافي خاصك نسولك ما سولني. صافي صافي، واخا انت ما مريحكش القضيه. ما مريحكش، ولكن راه خاصك حيت كاين شي حوايج كتبغي تعرفهم المراه. ضروري خصها الفلوس. ضروري الفلوس دخل فيهم، كتبغي تعرف المملكه ديالها كيفاش، التدبير، الميزانيه كيفاش. ولكن لما كانش الدخل قار كل نهار ورزقه،
حيت ما عندوش واحد الدخل اللي واحد الشهر راه مضمون ولا كل نهار رزقه، كل نهار غيكون نهار ما غيكونش. هذاك النهار رزقه انت ما كتعرفيش. ما تتعرفيش لا. كتعرفيش ما كتعرفيش لا. المهم داك الشيء اللي خاصك راه تيجيبو لك، مصروفك تيعطيه لك. ولكن داك الشيء بالضبط اللي هذا راه ما غاداش تعرفيه. ما غاداش تعرفيه. إذا باش نتفاداو المشاكل صافي. ما نسولو ما يسولو. صافي بقاي هانية. بقاي هانية. بقاي هانية، داف شغلك في ولادك وصافي. كل واحد يداف صافي. فوق راسو. داك الشيء اللي هو في حرفته. صافي. يدخل وقت ما بغى، يخرج وقت ما بغى. وانت راه في خدمتك مع وليداتك مع دارك مع حيت انت عارفه ما تيدير حتى حاجه، عارفه شنو اللي كاين. كاينه الثقه. كاينه الثقه. الثقه كاينه. المعقول الثقه كاينه. عارفه شنو اللي كاين. بنيتو الثقه بعدا. صافي الثقه كاينه. عاد مابقيتيش كتسولي. لا الثقه كاينه صافي. كاينه الثقه. الانسان فينا شنو اللي كاين، لا تعطر على واحد الشيء لا شي شغل عنده لا هذا صافي. الثقه. انت في التربيه ديالك في عائلتك باك وامك تا هما كانوا هكذا الام تسولش. تبوك. هذه الطبيعه ديالنا حنا. الاب هو السلطه هو كل شيء. الام راه عارفه المكانه ديالها حتى هي. ما تقولي لا فين غادي لا فين جاي لا حتى حاجه. صافي داك الشيء اللي تربينا عليه راه بقينا عليه الحمد لله. واخا بعد الثقه حتى حاجه ما كاينه. الثقه التامه هو تيقفك وانت تيقى فيه. مزيان. مو الشك ما كاينش. مزيان. صافي انسان طالع عليه الدم راه خليه. صافي خليه تيرتاح على خاطره ديك الساعه. تصبري عليه تيرتاح. وراش غتصبري عليه وراش لك حياتك. صافي عرفتيه غتبقاي انت كل نهار على والو وهي ما كاينه حتى حاجه وتنديروا حنايا سميتو فين كنتي علاش تعطلتي من فين جيتي صافي حفظتي غير حيت الثقه في راجلك. الثقه كون كان عندك الجرام ديال الشكر لا الثقه الحمد لله كاينه. لا الثقه كاينه. مزيان. الثقه كاينه. مزيان. اذا صافي ما تطالبيه لا يشاركك حتى في حاجه. لا يوكلك ويشربك. صافي الحمد لله. تلقى صافي الدار ترونكيل. صافي ما كاين حتى مشكل. ما كاين حتى مشكل. بخير. ما كاين حتى مشكل. مزيان. شكرا لك خديجه. انا نناقش مع السيستيم اللي قالت او التقنيه اللي لقاتها باش تتعامل معاه. واش هي زعما في العلاقات الزوجيه وتدبير العلاقه الزوجيه واش سليمه هذه الطريقه ديال خليه ما بغاش يقول شغلو هذا كيصور اللي بغى المهم يوكلني ويشربني وكذا دبر راسو سوقو هذاك حياته هذه. واش هذه التقنيه زعما سليمه في العلاقه الزوجيه ولا نبدا المشاركه هو اساسي وضروري. ناخذ التجربه ديال خديجه. هي زوينه انها هي توصلت لواحد لا ميثود باش تتعامل مع راجلها. هذا هو الشيء الجميل. هي عارفه بان راجلها مثلا ما كيبغيش كثره الهضره وسيرتو ملي كيكون عنده المشاكل. كنظن بانه هي يعني ما كيهضرش معاها ملي كيكون عاجبو يعني كيهضر معاها ملي كيكون عاجبو الحال. ولكن فقط فوقاش ما كيدويش معاها ملي كيكون مقلق. هذه الحاله الوحيده اللي ما كيدويش معاها ما كيعاودلهاش باش كيكون مقلق عنده المشاكل. ما تيقولهاش الفلوس شحال هي هو ما تيقولهاش. هي قالت كل نهار ورزقه بمعنى بانها كتعرف عارفه شنو كاين. مادام كل نهار ورزقه معناتها راه كتعرف كل نهار شحال تصور فيه. دونك هذه حاجه مفروغ منها. لا هي غير واحد الحاجه. هو البارطاج ممكن يكون ولكن غير كيفاش. دابا الناس ما كيعرفش كيفاش نبارطاجي. واخا يكون شخص عنيد حداك خصك تعرف كيفاش تبارطاجي معاه كيفاش تجبدلو لسانو بهذا المعنى. كيفاش 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 فين نقول لك كيفاش كيفاش هذه استراتيجيه. لا هذه استراتيجيه كتعلم. ما يمكنش نقول لك كيفاش في دقيقه ما زعما فرصه ان مثلا خديجه في عمرها. نعطيك واحد الحاجه بسيطه. هو ان عامه الناس اللي كيكونوا عندهم مشاكل شنو هو لو بروبليم اللي عنده هو انه ما عارفش يلقى الحل. دونك كيبقى مكونسونطري مع راسو باش يلقى الحل لا سوليسيون. هذه العقليه ديال الراجل هكا هكا. كيبقى يفكر يفكر يفكر. الشيء بالعاده لو ان طلع مراته تخليه تيتهدن ويتكالمو يجلس يضحك معاها وتجبد له لسانه وتجبد له لسانه بطريقه ذكيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فاش مشاو للحج مشاو للحج والصحابه رفضوا انهم يحلقوا ما بغاوش يديروا الحلق اللي كنديروا حنا السنه في الحج. ف ما نسيت شنو سميت الزوجه ديالو اللي قالت له اقترحت عليه قالت له شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالت له شوف خرج وحلق راسك دير كتحرق راسك قبل ثم غادي يشوفوك غادي ينوضوا يحلقوا راسهم. فعلا طبق الفكره ديالها خرج وبدا كيحلق راسه كلشي ناض كيحلق راسه. شوف الانسان خصو يوصل دائما المفهوم للشخص اللي قبلته بطريقه جميله وطريقه ذكيه. يعني ابتداء منه هو ابتداء منه. شوف دائما الشخص منك بدا الحاجه كيقولوا احب لاخيك ما تحب لنفسك. انت تصور راسك وانت مقلق تبغي شي واحد يهضر معك تبغي شي واحد يبقى يقلب لك على الدواخل ديالك ما كتبغيش. هذا شيء طبيعي. انت فقط خصك تعرف تتعامل بالشخص اللي قبلتك. وانا قلت لك ما يمكنش نقول لك نسرد لك كيفاش تتعامل مع الشخص اللي قبلتك في دقيقه المكانه. هذه استراتيجيات كتعلم والانسان خصو يجلس على كرسي ويسمع ويتعامل ويتصرف الى اخره. شكرا لك كوتش. نكمل معك فاطمه. حاليا دابا الوضعيه اللي نتوما فيها مجوجين مطلقين مفارقين شنو حالتكم؟ مطلقين باركين في الدار. في دار وحده. دار وحده.
كيف دار وحده وني ما تيسير عليا كما والو. كيجي للدار بعدا كيجي وما تيسير ما والو. تيجي للدار هذا الراجل ما عمر ما عطيتي فرصه لراسك انت وياه وتجلسوا على طابل وتذاكروا. اه تي كنسولو كنقول لي عيه قول لي الكريديات اللي هز علاش؟ تيقول لي ماشي سوقك. عارفه هز غرق كريديات في التبلانه بالكريدي. وعلى من وعلى ياش؟ على والو. انتوا ما زيد عليكم ما نقص عليكم حتى حاجه. والو اختي. ياك ما مجوج في شي بلاصه واحده اخرى؟ لا 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 ممنوع يجوج مرة أخرى أو ثاني. إما إلا ما مجوج عنده مرة واحدة أخرى حيت بزاف تيدوزو معايا هنايا. كانت عندو المرة الأولى وطلق. الأوراق أكثر من اللي بالوراق. كانت عندو المرة الأولى وطلق. جوج ولاد طلقوا وخدات لفرنسا. هو ماشي من ذاك النوع اللي أنا ماشي كنسولو فيه مشيتي ولا فيه جيتي ولا تنقول لي عيسى يا راهي على ولادك أنا ما باغا منك والو. اولادك انا شي انا ما نقدرش كاع ناكل هذاك الشيء اللي كنتي ما باغا والو وانت مالك مع راجل ما باغا منه والو راه راجلك حنا كنهضروا اليوم على بدء المشاركه في الجواز. كيفاش انا ما باغا والو علاش جوج ابي كنقول ليه ما كيكسيني ما تيصبطني ما تعطينيش فلوس الحبات والله اختي ما تيعطيهم ليا علاش بقيت نسول علاش مالو معاك ما عرفت علاش جوج بيك الا ما حاملكش ورافضك وما باغيكش كنقول ليه ما بغيتينيش عطيني طلقني عطيني براتي شي يخدم على ولادي خاب فيا ما يخدمش يخدم على ولادي ما شد معايا حتى شي طرا كيضربك ولا شنو كيضربك كيضربك تتخافي منه تقدري ديري حتى حاجه تقدر يعني انت محكومه عليك تبقاي في واحد الدار ما عندك حتى شي حق ما عندي الحق على حتى شي حاجه حتى شي حق ما عندكش علاش ما كاينش مخزن كاينش القانون كاينش المحكمه كنمشي لي لعند الناس المسؤولين وما كيديروا معايا والو مشيت للرباط كنمشي للولاية علاش كنمشي للمسؤولين ديالو كيمشي يهضروا معاه باش يهضروا معاه باش يهضروا معاه يحب على ولادو كيلوحوا بليا وكيزيد كيلوح يجد الولاد وكيزيد وكيبدا يقول لي باغي هادي باغي هادي ما كاينش يجيو كيتقطعوا قدامكم انا قايل لهم حتى شي جات ملي كيجي كنهضر معاه تيقول لي باش انا بغيتي نمشي للشفر هادي هي الهضره اللي كيقول لي صافي ويشرب شراب يشرب وتيقمر ديك الساعه تيشفر واش كيدير؟ شراب اللي تقول تيقول لي عاطلوا لي الناس شرب تيعطيو لي الناس كيشرب القمرة تصور هذه الخطرة كيقمر بالفلوس كيقمر بداك الفراقي دوك الفراقي ديال بحال البارصة وشرب حياته وكشي هذا الشهر إذا دابا راجلك مبلي إيه مبلي جوج البليات إدمان الشراب والقمر والقمر وسهلتيهم الشراب والقمر ما تيخليوش العقل على ساك هاد الفلوس تصوري عاد فيكي ولا انا تنقول زعما فرض ما نمشي مشكي به في الخدمه ديالو وما غيبغيش خصوصا الا كان في شي هو في جهاز اللي هو مسؤول وبوست وكذا راه ما يبغيش وما يرضاش وما يحملش انه صحابو سيقوا لي الخبار فرض ما زعما ما زعما تازم العلاقه بحال كذا زعما نقرب للراجل نشوف ماله مبلي بالشراب مبلي بالقمر راه مسكين راه زعما خذيها من جهه واحده اخرى حيت هو با كان كيقبر با كيقبر با عنده بعد 80 عام تيقبر هو با هكاك با باقي كان كيشرب انتي ما عرفتيش يقمر نهار الاول لا معرفتوش هذا هو الجواج اللي مبني على والو هو هذا معرفتوش تا تنجوج عاد تيقمر تيشرب با كان تيدير هكا هادشي ما قالوش ليك نهار الاول لا قالوش اذا كتأدي الثمن انتي وتأدي ولادك ولادي عدي ولادي ماشي ديال التكرفيس شي ديال العذاب ولادي دابا شنو تطلقي منه ولا اش كديري دابا دعيتو هاد القاضي ايوا دايره باش ناخذ الصوائر ديالي ونشوف شي يدير معايا حل يديروا لي القانون والحل هو الطلاق اش غيدير لك القاضي الطلاق راه الشقاق كاين راه كلشي تيمشي دابا للشقاق ولكن راه واش الطلاق هو الحل تصوري اختي الضو الماء راه هي معايا الفاكتوره انا نوريك الفاكتوره دابا ما كيخلصش 8 شهور 7 شهور انا نوريك الفاكتوره هي عندي دابا قاطعين لولادي الضو عندي ولدي واحد في الباك البارح وانا كنت شايل فينا العافيه كيحفظ على الشبعه 2015 كاين الناس كي في المدينه فينا مدينه نتوما دار بيضاء تعيشي في الشمال هي جبت معايا الفاكتوره ويقاطع لي الضو فيها القطاع واش في شحال من شهر واش ما تقوليش انا راه تصوري الضو ما تيخلصوش تيستف عليا في الباك انا سؤالي انا الحاجه اللي تنبقى تجيني العجب هو هذا الراجل ما باغيكش وانتي ما باغاش هذا الراجل اش باقي انت تكجدروا مع بعضياتكم 18 عام ماشي ما بغيتيش تفهم لي انا 18 عام اش كديروا علاش هاد الحرب ربي حلل الزواج وحلل الطلاق علاش هاد الكره نايضه علاش غتشوهي في خدمته علاش غتجي للتلفازه تعاودي هاد القصه ديالك انا بغيت عندكم جوج وليدات بيناتكم كنطلب الناس المسؤولين يحلوا عليا حنا كنطلبوه هو علاش المسؤولين هو هو اب حنا كنقولوا لهذا الراجل الا كيشوفك وعرفك لان دابا انت مطيه الوجه
انه يحنف دوك الوليدات وراه النفقه دوك الوليدات راه من حقه ينفق عليهم وواجب عليه ينفق عليهم، ولا مشيتوا للقاضي ولا اي محكمه في الدنيا كلها غادي يعطيو النفقه لولادو. ما غيقطعوش ليك الكراس، ما غيقطعوش ليك الراس ولا انت ولا هو حتى واحد ما تيتقطع ليه الراس، ولكن هذوك النفقه هذيك راه ماشي بالمخزن بالسيف، راه حبيا راه وليداتو هذوك. حنا تنهضروا معاه بالليونه ماشي بالقانون ماشي بالمخزن ماشي بالعنف بلا حتى حاجه، من الواجب ديالو ينفق على دوك الوليدات. وانت مراتو في الذمه ديالو، ولا كان بلي يمشي يعالج راسو ولا كان تيقمر الله يعفو عليه. كاين بزاف تاع الوسائل اللي ممكن دير مع هذا الراجل. صورة الاستاذ هذا الشهر هذا الله اختي باش تشفي الفريق، راه عندي الوراق شهرين دابا بخلص شهر ربعه وبخلص شهر خمسه للمدرسه، والدريري صغيور ما تيرضاش، عندي واحد الوليد صغيور ما تيرضاش، يعيطوا عليه بدو القاسم تيقولي سيفطوا ديك الورقه، تيقولي قول بابا كيخلص، قول بابا كتبقاش باغي يمشي ليا للمدرسه، كيقولي انا بدو التلاميذ كتعيط عليا بدل ما بقاش نمشي للمدرسه، هاي جد الوراق اللي كيتساوي للمدرسه والوراق ديالو. وكنتمناو فاطمه الميساج يوصل لراجلك بالخصوص ماشي للزوج دابا تنهضروا، تنهضروا مع الاب. انا بغيت نسولك كوتش على زعما هنا باين انه كاين مشكل كبير ديال التواصل ما بين جوج ديال المراه والراجل، و18 عام رحله تاريخ ديال العذاب وديال المعاناه، شنو النصيحه اللي ممكن نعطيو لهاد السيده ولا راجلها؟ ولكن هي بصراحه هي الاول الزواج الاول هو الغلط، زواجك الاول غلط. انتينا شايفه بان عائلته، شو الانسان كيسول على الاسره هي الاولى، كيفاش انتينا كتشوف بان اسرته قمار وانت دايه الراجل بنظرك دابا ما غادي يكونش هو قمار ولو يكون فيه عرق ديال القمر، كون متاكده بان اللي كيديروه الوالدين ولو شويه كيبان في الاولاد. فما كنظنش بان كنتي بعدا تجرى انك تزوج بهذا الراجل، كنتي تفكر 100 مره، ولكن المشكله ان الانسان اللي كيكون باغي يتزوجي له حراسه غير اللي جاب الله يدوز. ودابا انت تزوجتيه وانا متاكده بان في الاول راه بان لك شي عيوب فيه، وبقيتي كتقول معليش كمل معليش قبل الولاد. راه الانسان قبل ما يدير ولادو خصو يفكر مليون مره قبل ما يدير الولاد، ويشوف هذاك الراجل عيوبه بعدا هي الاولى عادي يمشي يدير الولاد. ومنين درتي الولاد الاول وشفتي بان الراجل كيقمر وكيدير شي حوايج ماشي هما هذوك، ستوب، انا ما نزيدش الحياه ديالي ندمرها اكثر ما هي. وانا كنظن مشكلتها هي الرئيسيه هي الفلوس. انا كنظن بان هي في النهار الاول مطلب واحد يصير، هي حسراته في الفلوس، هو عندا فيها ما بقاش كيصير شي المره ملي كتبقى لاله فاطمه النهار اللي يمكن هضرتي له على شي حاجه ديال الفلوس او نقص المال. الله يجزيك بخير. انا شو استاذه حنا الحمد لله راه كاع بنات الراجل ما خصكيش تقولي لي صير، الراجل هو اللي كيصير على ولاده، علاش غنقول عليه؟ راه هو اللي خصو يكون عارف راسه راه هو رب البيت، علاش غنقول عليه؟ بلا نوصل نقول عليه انا ما بقاش عندها قيمه. لا ماشي قلت لكش ما تحتاجش تقولها له، هذه حاجه طبيعيه. ولكن حنا المشكله دابا ديالنا شنو هي؟ ان بعد شي مرات كنوضوا مشكله على على الفلوس من لا شيء، يعني مثلا يقدر نقص عليك في واحد النهار انت قلتي له علاش، فوقع بيناتكم واحد المشكل، غالبا الناس هذو كتكون بيرسوناليتي ديالهم شويه قاصحه. فهو كرد فعل، رد فعل طبيعي العين هذه المقاومه انه يدير لك بحال هذه المسائل بحال هكا، وتاجلت القضيه وبقات كتستمر بهذه الطريقه هذه حتى وصلت لهذا المنطقه. شكرا لك كوتش، نكمل معك سعيد على التجربه ديالك مع مراتك. اذا انت تدخل في المشاكل ديالها، هي تدخل في المشاكل ديالك، ولكن كاينين حدود كما قلتي، كاين شي حويجات رفقا بها ما كتحاولش. اذا هذا الاسلوب هو اللي لقيتو باش وغاد الامور بخير ولا هي كتقلق؟ هي واحد بنيه وبيناتنا وصافي تكبر. لا ولكن هي واش مراتك واش كتحترم هذا الاختيار ديالك؟ مراتي راه واخا هكاك راه معاوناني في الدومين بواحد الطريقه، انا كطيب لي لاصوص، كتوجد لي بصلاة في الخدمه، معاونه في الدار. في الدار لا زعما في خدمتك هذا الشيء؟ في خدمتي انا ملي كنبغي نخرج داك الشيء على برا خصو نكون موجودو في الدار عندي. مزيان، اذا هانتوما كتشاركوا في طاره الخبز. اوه دير ليها بحال حتى واحد المصروف ديالها، ملي كتبغي تشوف دارهم شي مناسبه ديال عيد كبير شي كذا كتلقى بعدا باش ديميردي معاها وباش. مزيان. لا غير تنسولك باللي حنا العيالات زعما تنبغيو ندخلوا بزاف، تنبغيو ندخلوا في العظم ديال الراجل، هذه الطبيعه ديال الراجل. حتى واحد ما تنسولوا بزاف، تنهضروا بزاف، تنقروا بزاف، عندنا بزاف الاسئله، تنشكيو بزاف، تبغي تعاود لك هي ملي تجي انت في العشيه راسك مقلوب بالحوت وبالناس، هي عاد باغا تهضر وباغا تشكي وباغا تقول لك فلان دار وفلان دار، حتى شي ما كديروش تقد تقول لي شي حاجه لا كتخص بالعائله وبالدار، اما باش حاجه باش تسولني هي على المشاكل ديالي ديال العمليه ما يمكنش ليها. عارفاني كنجي لا فاتيك مسالي، كنجي غير نغسل كذا نتوضا نصلي الواجب ديالي خصني نرتاح. ياه ولكن هادشي يوميا عندي، وكنريح الجمعه وكنريح الحد. هاد المراه امتى غتجلس معاك وتهضر معاك وتعاود لك وتخوي قلبها هي؟ عطيها الجمعه وعطيها نهار الحد
عطيها تقنع مني كاع. اها تقنع مني وغادي تقنع. واش نقول هاك هاكيني قنعي مني. قنعي مني عندك الجماعه عندك الحد عاودي اثنين ثلاثه اربعه خميس راه هذوك ديال الكليان. والجمعه والحد كنريح معاها نخرجها هي والبنيه والدور بغات شي حاجه نشري عليها بغات. اما باش نشاركها معايا المشاكل ديالي العمليه ونعطيها تجيب لي هي الصخره اللي غنبغيها انا في الدومين ديالي. لا هذاك الشخص يبقى بعيد منها هي بعيد. واش ما تعرفش هي غير بالتربيه ديال البنت طلع بتربيه حسنه وتقرا القرايه ديالها زوينه. انت مكلفش بالتربيه؟ وانا اختي راه مكلف الواجب عليا هو الخدمه. الراجل تيقول لك العيب ديالو هو جيبه وولادو ما يربيش وراه داخل في نطاق التربيه تاعنا. لا علاش التربيه وحده نستافد من هذه النقطه. صلاح التربيه وحده البنيه ديالكم بجوج. انت كتخدم في الزنقه هي كتخدم في الدار تماما. حتى هي راه كتضرب تماره وكتخدم معاك الحوت. كتخدم خيرها ما غاديش. كون كانت عندك لا سي ان اس اس غادير لها حتى هي لا سي ان اس اس والتضامن. صيبوا لي انا مرحبا بها صيبوا لي زعما. كون كانت معها. شوف سعيد كون كانت ربت البيت في المغرب كتخلص خصها تخلص. انا كنقدر السيده ديالها الشوماج حيت العيالات في الديور كيضربوا تماره بحال هذا راه كتشقى وتربي وتصبن وتنشر وتجفف وتدير. هذه ماشي خدمه وعاد تخدم معاك انت في الخدمه ديالك ديال البيع والشراء اللي تدير. يعني تنقول لك زعما عندها هي تماره وانت عندك تماره جوجكم مشروع واحد وعندكم بنيه تقريبا قاسمين هذاك الشيء ونص ثقيل شويه. انت التربيه سعيد انت التربيه انت راه ماشي مسؤوليتك هي تجيب الخبز طرفت الخبز صح. تليك البنيه عندك صح ياك كوتش ما عرفتش انا راه تنذكر صافي ماشي تيلي كوتش صحيح. سميتها التربيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان عنده 12 المراه وكان كيخيط حوايج وكيشطب وكيخمل وكيهز معاهم اللي هو يعني وكان اللي هو رجل حرب ورجل دين الى اخره. تماما. الانسان البارطاج في شراكه الحياه خصها يكون بين جوج ما كاينش ديالي وديالك. اللي ديالي ديالك واللي ديالك ديالي ولدنا هاد الاولاد ديالك وديالي. لان اساسا المراه اش غادير؟ كتعطيهم المحنه وانت شنو خصك تعطيهم؟ تعطيهم الادب تعطيهم السلوك تعطيهم الخوف تعطيهم الحشمه تعطيهم الحياء الى اخره. التهذيب كيكون من الاب لكن الحنان كيكون من الام. اذا ما ممكنش تقول وغالبا حنا عندنا واحد المشكله ديال الفكره دي ان الراجل طرف الخبز المراه الدار. لا غير صحيح. المراه راه كتعجز شي مرات على تربي ولادها لان كيصعب وعليها في واحد الفتره انها تقدر تحكم فيهم. فاحسن حاجه الانسان ملي كيكون جميل جدا هذه الطريقه اللي انت عايش بها مع مراتك ولكن تزيدها واحد الحويجه صح. انك تبارطاجي معها حتى التربيه حتى المسائل ديالك الخاصه بارطاجي شويه الخدمه تقدر تلقى عندها افكار ما عرفتيش. يعني المفروض دابا شي نهار تقول لي نمشي نشد لك لاكيس ما فيها بس ما فيها باش مريره مريره تخسري باللاكيس. لا الا كانت شي بلاصه ماشي هي هذيك معليش كيبغي ياكل النص ديالو تيجي واحد نقولوا سكران طافح. لا بصح انت طبيعه الخدمه ديالك ما بغيتيش تدخل مراتك فيها تخليها بعيده من هذاك. لا ماشي ضروري تدخل معك في الخدمه تقدر تعطيك افكار افكار تفيدك بالافكار ماشي ضروري. راه لي فام في الانتيليجونس اكثر من لي زون في الانتيليجونس. يعني الراجل كيركز في واحد الحاجه يبرودوي فيها مزيان. المراه ممكن تفكر بزاف ديال الحوايج دقه واحده كتفكر بزاف الحوايج دقه واحده كيبان لها طغياجي بزاف الحوايج دقه واحده. فاجمل حاجه انك تبارطاجي معاها وتشوف معاها وهذا غادي يكمل الحياه ديالكم الخاصه ودير شراكه الحياه. نعم شكرا لك كوتش كريم حسني. شكرا لك سعيد. مشاهدينا ندوزو نستقبلوا بشرى اللي حتى هي عندها نفس المعاناه راجلها ما كيشاركهاش في الحياه وفي حياته الخاصه وصلوا للطلاق بعد الفاصل. بشرى مرحبا بك. بشرى وصلتي للطلاق مع راجلك واقفين على الطلاق. لا حيت طلقتي كاع. اه طلقنا. طلقته حيت ما كيدخلكش في السواقات ديالو. علاش؟ ما يبغيش يعاود لي حتى شي حاجه. مثلا شنو تيعاود لك هذا الراجل؟ بغيت يعاود لي على الخدمه يعني اش كاين شحال تتخلص شحال فيسا تمشي ما تيبغيش يقول لي حتى شي حاجه. شحال من عام انتم مجوجين؟ من 2003. 2003 حتى لدابا شحال؟ حتى هذا العام عاد طلقتو؟ 2015 طلقنا. هنا السنوات كلها والو كتعرفي عليه والو راسه مرجليه والو حتى حاجه ما يعاودها لك. علاش؟ تيبغي تنقول ليه فين كنتي فين هذه تقول لي ما كنتش هنا كنت هنا ما سوقكش فيا ما سوقكش فيا. اه ما سوقكش فيا. ياك ما كتقوي بزاف. لا اسئله النقير. لا والو تتوقفي لي في الباب بحال الحسكه. لا لا تيجي حتى الليل هو كاع مبني بشي حاجه. اه بالشراب. الشراب الشراب. اه فيما كنسمع شي مرة كتعاود على شي راجل شي سلوك ماشي هو هذاك كتقول لي الشراب. الشراب زعما ضروري كاين البليه كاين سلوكات ماشي هي هذيك. ضروري. نهار خديتي كان تيشرب؟
كان يشرب ولكن ماشي بحال دابا. تزاد دابا. تزاد. اه. يوميا الشراب. يوميا. ما يسول على هذا، ما يسول على دريه، ما يسول على هذا، ما يقول لي فلان شي حاجه تخلص، يقول لي ما عديش انا كاع. هو خدام شي خدام يروح لك 30 درهم، يروح لك 400 دريال، يقول لك قدي بها. تقول لي ما دايره لي والو، يقول لي اش بغيتي ندير لك انا. وفي الاخر داك الشيء اللي عنده. لا يجيبك فلوس الا كان داك الشيء اللي عنده 20 درهم 30 درهم. والشراب يوميا. والشراب يوميا. يوميا وفي الاخر في الاخر لقيتونا مجوج. اه معقول. جوج نيت. اه تجوج صافي سمح فينا حنا كاع. جوج بك داير تعدد وانت ماسيقه اخبار. اه. وكيدار ليه؟ ما عرفتش كيدار. عاد؟ اه. عاد عاد. راه ولدات معاه. والد؟ اه. والده معاه. يعني زعما الانسان اللي سد عليك الباب لدرجه ما عرفهاش كاع، هو داير دار اخرى وبنت اخرى وانت يا والله خاصة فلوس. مشى وخلاني انا كاع. سمح فيك. اه سمح فيهم، بقيت تسوق لا الدراري لا والو. نعيط لي في التليفون نقول لي راه بغيت الفلوس، يقول لي اش بغيتي ندير لك. واخا النهار الاول. اه. كنتو كتقاولوا كتسولي كنت يقبل منك النهار الاول. اه. حيت ما يمكنش خديتي هذا الراجل النهار الاول وانت ما عندكش معاه. اييه. انت بغيتي وبغاك. كنت يدخل تتقولي فين كنت يا فلان، تيقول لك فين كنت، كنتو شحال كتصور. اه. ومالو تقلب عليك. ايوا. يعني البدايه كانت مزيانه. مزيان وكنت شحال هذا راه شي دابا قولي شي 50 و 70 60 مابقاش كما كان معايا في الاول. تقلب. تقلب. اه ما بقاش ديما الشراب ديما. تقلب ولا انت اللي تقلبتي؟ لا هو. حيت الا كان هذا الراجل كيشرب واحد شويه منين تجوج بك انت، انت زاد فيه كاع. اه دابا حنا قلنا كاع اذا انت زدتي عقدتي الحياه عليه. لا حنا نقولوا كاع الشراب شرب. غيجي المحال وماشي غيغبر بنادم ما غايجيش كاع المحال. ولكن علاش ما كيجيش المحال هذا الراجل؟ شي حاجه مهرباه من المحال ديالو. مهربه راه معاه وحده راه هي اللي مشى عداش. وعلاش مشى عند الاخرى؟ هو باقا ديك الساعه موالده مولا راه تدي الولاد انا. لا كان زعما تمشي معاك انا في هاد الاسئله. آه باش نعرف. آه زعما اش كيهرب راجل من دارو الا كانت واحد المراه كتسمع ليه وتتبغيه، وملي كيدخل لدارو كيلقى واحد الضيف وتلقى واحد الاسره، زعما علاش غيهرب هذا الراجل؟ غير شقات ليه غير الزيغه. اه يعني هذاك الشيء اي مراه غديرو معاه تنديرو معاه كدير وهكذاك وزاد وخلاك. آه اي حاجه تنديرو، ولكن هو يا باغي الزنقه وباغي الدوران، يعني عنده شي صحاب مزيغين بالطوموبيل تيبقاو يلا يلا، تيبقى ديما غادي معاهم ديما في المدينه. غيكون راجل بعقله ماشي باقي صغير باش يديو الصحاب يتلفوا. اه باقي باقي. اه باقي تيقول لحد الان واخا تجوج واخا كلشي تيقول لك انا باقي نجيب دريه باقي صغير. باقي صغير. هو شحال في عمره؟ هو عنده شي 38. 38 عام. داير جوج ولاد، داير جوج عيالات. اه جوج عيالات. وانت والده معاه والمراه اخرى والده معاه. والده معاه انا. ولد أربعة؟ اه الدرية الكبيرة عندها 11 عام. دابا تفارقتوا؟ لا تفارقنا صافي. تهنيتي؟ آه. تهنيتي ولا ما تهنيتيش؟ لا تهنيت، ولكن واخا تهنيت منه باقي ما بغاش يعطيني الستار ديال ولادي. تنعيط ليه في التليفون تقول لي انا غنجيبك اليوم، انا غنجيبك غدا، انا هادي، تيقطع عليا التليفون. كوتش كريم، انا بغيت زعما نقولوا للناس باش ما نوصلوش لهذ المواصله هذه. وواحد السؤال ايضا دائما كان زعما راجل تيكون بادي مزيان وفي الاخر تيتقلب، المشكل فين؟ فيه هو ولا فيها هي؟ دابا حتى شي واحد ما غيقول لك انا قبيح بعدا. جامي دلا في كتسول شي واحد وتقول له انت اش كدير مع فلان باش ولا معك قبيح، يقول لك لا انا ما تندير والو. سي نورمال، لان ما تيلاحظش راسو ما تيراقبش راسو، هذا شيء طبيعي. واش دابا شي ما كاينش مراه غتسولها علاش راجل قبيح معاك كتقول لك وحيت انا قبيحه؟ شوف حنا في الدنيا كاين واحد القانون سميتو قانون الانعكاس، يعني اللي كتكون فيه كتشوفو قبالتك في الاشخاص اللي دايرين بك. الدنيا مرايتنا. يعني مثلا الشخص الكذاب كيتلاقى غير بالكذابين اللي كيكذبوا عليه، الشخص المخادع كيتلاقى غير بالمخادعين، الشخص الصادق كيتلاقى الناس الصادقين، الشخص اللي قبيح في التصرفات ديالو وسلوكاته كيتلاقى بالناس اللي كيخدموا. زعما هادو تيخبيو داكشي باش تلاقاو معنا كيخدموا. هذا صحيح. راه شوف المشكله ديالنا هو الاعتراف، اعتراف بانني انا في ذاك السلوك المعين، في ذاك الشخصية المعينة، فلقيت بالمقابل واحد الشخص في سلوك معين، في طريقة معينة اللي كيوريني وجهي بهذا المعنى. والمشكلة أنني كنرفض فيه ذاك السلوك، علاش كترفض فيه السلوك؟ لأن أصلا أنت رافض السلوك في نفسك ومخبعه لداخل، فكتشوفه وكترفضه. كتقول علاش فلان يدير معايا هكاك؟ هو دار معاك هكاك لأنك أنت هكاك أصلا. يعني الرسالة بغينا نقولوا في الأخر، واش الراجل تيخبي على مراته ونخليه يخبي؟ لا ما يخليش يخبي، أنا خصك تعرف كيفاش تتعامل. دابا حنا راه كاين الناس اللي كيبقاو مثلا غير على شي حاجة مثلا خبى عليه كنبقى نقر ونقول علاش وكيفاش نوض منها فضيحة وندير منها قصة ونمشي نعاود الوالدية ونكبر المسألة حتى كنوضو مدابزين. لا ماشي هكا، لو خبى عليا خليه حتى لواحد الوقيتة ممكن يسولوا عليها بطريقة ذكية، بطريقة زوينة،
بطريقه رومانسيه، اللي ما احنا مشكله الرومانسيه والو، الرومانسيه ما كايناش، الناس عمري ما سمعت شي رومانسيه، ما كاينه رومانسيه وللاسف الرومانسيه والحب هادشي كيشوفوا، والله العظيم مشكله، كيشوفوا غير في المسلسلات وكيبقاو حلين فمهم في المسلسلات المكسيكيه والتركيه، شوف فلان كيعامل فلانه، ولكن اون ابليكاسيون ما كاينش. علاش حنا في واحد الوقيته في المغرب كان الافلام المكسيكيه اكثر مبيعا في الدول ديال العربيه عندنا؟ علاش عرفوا الناس عندهم لو مونك ديال الرومانسيه والحب، فكيشوفوها في الافلام كيبقاو كابتيغي بداك الافلام، نعم. كيعرفوا شنو تبقى. شكرا لك كوتش كريمه حساني، شكرا لكم الحضور الكريم. بشرى شكرا على الجزيبه اللي عاودتي لنا اليوم. سعيد شكرا لك، وتحياتنا للسيده ديالك اللي كتعاونك وكتشارك معك الحياه. بكم زوين، بارك الله فيك، هناك سعيد بكم حسنتم ايضا. شكرا لك فاطمه، كنتمنوا الرساله تكون وصلت لراجلك بلا مخزن بلا محاكم بلا حتى حاجه، انت وليداتك راكم على رقبته. شكرا لك نجمع على التجربه اللي عاودتي لنا اليوم خديجه، سمحي لي شكرا لك. مشاهدينا شكرا لكم على التتبع ديالكم لهذه الحلقه اليوم. شريك حياتي ما كيشاركنيش في مشاكله، كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس. تلاقاو نهار واحد اخر مع قصه واحده اخرى، حيت باقي في الناس بزاف ما يتعاود. السلام عليكم.